فاشرف بي لاشتغالي بالعلم ولا تبغي به ما عشت يا ذا بدلا ويا له من شرف عظيم. فصل وفيه مسائل. فصل في آداب الختم وما يتعلق به وفيه مسائل. الأولى في وقته. قد تقدم أن الختم للقارئ وحده يستحب أن يكون في الصلاة، وأنه يستحب أن يكون في ركعتي سنة الفجر أو ركعتي سنة المغرب، وفي ركعتي سنة الفجر أفضل، وأنه يستحب أن يختم ختمة في أول النهار في دور، ويختم ختمة أخرى في أول الليل في دور آخر. وأما من يختم في غير الصلاة والجماعة الذين يختمون مجتمعين، فيستحب أن يكون ختمهم في أول النهار أو في أول الليل كما تقدم، وأول النهار أفضل عند بعض العلماء. المسألة الثانية. يستحب صيام يوم الختم إلا أن يصادف يوم النهى الشرع عن صيامه. وقد روى ابن أبي داود بإسناد صحيح أن طلحة بن مصرف وحبيب بن أبي ثابت والمسيب ابن رافع التابعيين الكوفيين رضي الله عنهم أجمعين كانوا يصبحون في اليوم الذي يختمون فيه القرآن صياما. المسألة الثالثة. يستحب حضور مجلس ختم القرآن استحبابا متأكدا، فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الحيض بالخروج يوم العيد فيشهدن الخير ودعوة المسلمين. وروى الدارمي وابن أبي داود بإسنادهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يجعل رجلا يراقب رجلا يقرأ القرآن، فإذا أراد أن يختم أعلم ابن عباس فيشهد ذلك. وروى ابن أبي داود بإسنادين صحيحين عن قتادة التابعي الجليل صاحب أنس رضي الله عنه قال: كان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا. وروى بإسناده الصحيحة عن الحكم بن عتيبة التابعي الجليل قال: أرسل إلي مجاهد وعبد الله بن أبي لبابة فقال: إنا أرسلنا إليك لأننا أردنا أن نختم القرآن والدعاء يستجاب عند ختم القرآن. وفي بعض الروايات الصحيحة أنه كان يقال إن رحمة تنزل عند خاتمة القرآن. وروى بإسناده الصحيح عن مجاهد قال: كانوا يجتمعون عند ختم القرآن يقولون: تنزل الرحمة. المسألة الرابعة. يستحب الدعاء عقب الختم استحبابا متأكدا لما ذكرناه في المسألة التي قبلها. وروى الدارمي بإسناده عن حميد الأعرج قال: من قرأ القرآن ثم دعا أمن على دعائه 4000 ملك. وينبغي أن يلح في الدعاء وأن يدعو بالأمور المهمة وأن يكثر من ذلك في صلاح المسلمين وصلاح سلطانهم وسائر ولاة أمورهم. وقد روى الحاكم أبو عبد الله النيسابوري بإسناده أن عبد الله بن المبارك رضي الله عنه كان إذا ختم القرآن أكثر من دعائه للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وقد قال نحو ذلك غيره. فيختار الداعي الدعوات الجامعة كقوله: اللهم أصلح قلوبنا وأزل عيوبنا وتولنا بالحسنى وزينا بالتقوى واجمع لنا خير الآخرة والأولى وارزقنا طاعتك ما أبقيتنا، اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأعذنا من عذاب النار وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات
وفتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نستودعك أدياننا وأبداننا وخواتيم أعمالنا وأنفسنا وأهلينا وأحبابنا وسائر المسلمين وجميع ما أنعمت به علينا وعليهم من أمور الآخرة والدنيا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة والجمع بيننا وبين أحبابنا في دار كرامتك بفضلك ورحمتك. اللهم اصلح ولاة المسلمين ووفقهم للعدل في رعاياهم والإحسان إليهم والشفقة عليهم والرفق بهم والاعتناء بمصالحهم وحببهم إلى الرعية وحبب الرعية إليهم ووفقهم لصراطك المستقيم والعمل بوظائف دينك القويم. اللهم الطف بعبدك سلطاننا ووفقه لمصالح الآخرة والدنيا وحببه إلى الرعية وحبب الرعية إليه ويقول باقي الدعوات المذكورة في جملة الولاة ويزيد. اللهم احمي نفسه وبلاده وصن تباعه وأجناده وانصره على أعداء الدين وسائر المخالفين ووفقه لإزالة المنكرات وإظهار المحاسن وأنواع الخيرات وزد الإسلام بسببه ظهورا ظاهرا وأعزه ورعيته إعزازا باهرا. اللهم أصلح أحوال المسلمين وارخص أسعارهم وآمنهم في أوطانهم وقض ديونهم وعاف مرضاهم وانصر جيوشهم وسلم غيابهم وفك أسراهم واشف صدورهم وأذهب غيظ قلوبهم وألف بينهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك صلى الله عليه وسلم وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق واجعلنا منهم. اللهم اجعلهم آمنين بالمعروف فاعلين به ناهين عن المنكر مجتنبين له محافظين على حدودك دائمين على طاعتك متناصحين. اللهم صنهم في أفعالهم وأقوالهم وبارك لهم في جميع أحوالهم. ويفتتح دعاه ويختمه بقوله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. مسألة الخامسة: يستحب إذا فرغ من الختمة أن يشرع في أخرى عقبها، فقد استحبه السلف واحتجوا فيه بحديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الأعمال الحل والرحلة. قيل: وما هما؟ قال: افتتاح القرآن وختمه. Section
manners pertaining to completing the Qur'an and other related matters. There are various issues regarding this matter. The first pertains to the time of the completion, and we have already mentioned that it is recommended for the reciter to complete the Qur'an during prayers. We've also mentioned that it is recommended for him to complete the Qur'an during the two raka'ah, before the dawn prayer, or during the supererogatory prayers before Maghrib, with priority given to the former. We've also mentioned that it is best to complete the Qur'an at the beginning of the day on one occasion, and at the beginning of the night on another. It is also recommended for those completing the Qur'an outside of prayers, and those who complete it in a group, to do so at the beginning of the day and at the beginning of the night, as already mentioned. Some scholars, however, are of the view that the beginning of the day is more preferable and favourable than the beginning of the night. The second issue, falling under this section, is that the fasting is recommended on the day of completion, except if it coincides with the day where fasting is not allowed. So the person should just try to fast that day, that's what he's saying. Ibn Abu Dawud narrated with a sound chain of narration that Talha ibn Musarrif, Habib ibn Abi Thabit, and Musayyib ibn Ra'afi, and the Tabi'is of Kufa, may Allah have mercy on them, used to fast on the days that they completed the Qur'an. The third issue is that it is strongly recommended that one attend a gathering in which the Qur'an is being completed. Regarding this, both Al-Bukhari and Muslim narrate that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam commanded even menstruating women to come out during Eid so that they may witness the goodness and the blessing of the day and the calling of the Muslims. Ad-Darimi and Ibn Abu Dawud both narrated with their chains of narration that Ibn Abbas would appoint someone to look out for those reciting the Qur'an, so that if he heard of someone about to complete it, he would come and witness its completion. Ibn Abu Dawud narrated with two authentic chains of narration that Qatada, the noble Tabi'i, and companions of Anas, may Allah be pleased with them, said, Anas ibn Malik used to gather his family whenever he was about to complete the Qur'an and supplicate. So he would bring, Anas ibn Malik would bring his family together, his wife, his kids, everything, and when he finished the Qur'an, they would make dua. So there was a dua khatm al-Qur'an. Naam. Ibn Abu Dawud also narrated with authentic chains of narration that Hakim ibn Utaybah, another noble Tabi'i, related that Mujahid and Abda ibn Abi Lubaba once called me to them and said, we called you because we are about to complete the Qur'an. It is recommended that one supplicate upon completing the Qur'an, and in some authentic narrations it is said that the mercy descends when the Qur'an is being completed. Ibn Abu Dawud also narrated with an authentic chain of narration that Mujahid said, they, people of his time or his companions, would gather when they were about to complete the Qur'an and say, mercy descends, meaning this is a time when mercy is arriving. The fourth issue falling under this section is that supplication is strongly recommended upon completing the Qur'an, and this is something we've just provided evidence for. Additionally, Ad-Darimi narrated with his chains of narration that Hamid al-Araji stated, whoever recites the Qur'an and then supplicates, 4,000 angels say Ameen in response to his supplication, meaning that they ask Allah to grant the person supplicating with what he is supplicated for. The person supplicating should be incessant in his supplication and supplicate for important things, especially the betterment of the Muslims, their leaders, and those in charge of their affairs. So he makes dua for himself as a Muslim, and he also makes dua for the Muslim leader. And this is manhaj Ahlul Sunnah wal Jama'ah. The manhaj of the people of the Sunnah is that they make dua for the Muslim leader. They say, oh Allah, now why are we saying this to you? That one of the characteristics that the people of the Sunnah are known to do is what? Huh? What did he say? Muhammad ibn Sirin, لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. Muhammad ibn Sirin said, if I had one dua and I knew Allah is going to accept that one dua from me, I would make it towards who? The Muslim leader. I wouldn't do it for myself.
And he told the reason why he would do that is because the Muslim leader's benefit encompasses everyone. The Muslim leader making dua for him encompasses everybody. It becomes a generic and a general what? Benefit. Everyone's going to benefit from it. So you're not only making dua for him, but you're making dua for the whole. Are you there? And again, when the leader sees that the people are making dua for him all the time, what's that going to make him want to do? He's going to make him be righteous, right? And hold on to the deen of Allah. When he looks at the Kaaba and he looks at the Taraweeh being prayed, and the Imam of the Haram is saying, Allahumma aslih wulat umuri al-Muslimin, Allahumma aslih wali amrina wa na'ibayhi. And, you know, and makes dua for them. What's that going to do to him? It softens his heart. And it's going to make him focus more for the Muslims. And then it's going to make him want to put more towards the Kaaba. And it's going to make him want to put more towards the what? The fuqara and the masakeen and the people. Huh? Are you there? So these things are things that, ya ikhwa, sarahatan, it doesn't mean that a person's a scholar, the scholar loves the leader or, you know, he gets, that's not real the case, that's not. The dhulm to say that, and it's wrong for a person to say that. And it is unjust for you to say that. The reality is that the benefits that the people will reap is good. And the job of an alim is that he looks out for the people's needs. Are you there? Sometimes what happens is that a person, the government has done something unjust to you. So do you know what you want to do? You want to just collapse this whole system. Bring it to its knees. Because you have a personal grudge against the system. Are you there, brothers? And then you look for evidences here and there. And then you make it. But just because something you have against the government, you want everybody to suffer with you? Are you with me, brothers? It doesn't. ولذلك Imam Ahmad, when they said to him, Imam Ahmad rahimahullah, they said to him, the fitna of the leader. And then Imam Ahmad said, Ad-dima, blood people. Be careful, don't fight with the leader. He's going to shed blood. He's going to kill. Are you with me, brothers? What did they say? Ahmad, is there any other bigger problem that could happen right now? The man just said that the Quran is makhluq. He said every kufriyat there is out there. Then Ahmad said something powerful. He said that the trials and the tribulation now is only between the scholars and the leader. But when you guys take your swords, you take it to the leader, فَيَعُمُّ بِهِ الْفَتْنَةِ fitna. The fitna will encompass everybody. It'll bring in the general mass now to the problem. Oh. صح? Imam Ahmad was in chains. Was he not in chains? He was in chains. They took his chains off him. And they took his leg chains off. They took his hands off. And Imam Ahmad did this with his arms because of how it's holding his leg. And you know what he said? He said, Wallah, if they let me free like this, I will never have run away from them. I'll still listen to them. Why are they chaining me for? If they just let me free, they took the cuffs out of my hands. And they told me, Ahmad, stay in prison, don't go. I'll stay there, I wouldn't go. I would listen to them. So, this is the aqwal of the mawaqif of the salaf regarding how they were towards the leader. And it falls under the hadith of the Prophet, which we're going to see later. الدين النصيحة. The religion is nasiha. قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. We want the best for the people. For you to get happy when the Muslim leader does something wrong is marad in your heart. You should be hurt by it. You should want, oh, Ya Allah, please don't make this happen. You should do mubadara. Hasten towards what? What do you need to hasten to? Hasten towards what? Hasten towards sending a letter to the leader, a message. Nasiha to the leader saying, fear Allah in what you're doing. Be just. Huh? Abdul Aziz ibn Baz, there's what do you call it now? Alhamdulillah, it's compiled now. All his letters that he sent to the leaders and to everybody. Subhanallah. Ya ikhwan, nasiha wallah. Mali bin nasaih. Fill up with nasiha and advice. Are you with me, brothers? That's the job of a person. And now what he does is that he goes through all the dua that the people should make. And in two places he repeats what? Oh Allah subhanahu wa ta'ala, bestow your place in the heart of the leaders, love towards their people, and love of the people towards the people towards their leaders. He says it twice. So just try to read that, inshallah ta'ala, du'as yourself. Go to the fifth one, the fifth part.
المسألة الخامسة. You read four مسألة. You. It's in the same section. Right at the end, after all of the du'a. The fifth and final issue falling under this section is that it is recommended for the reciter who has just completed the Qur'an to immediately begin reciting it from the beginning again. This was something recommended by the predecessors and those who came after them, and they derived proof from the hadith of Anas, may Allah be pleased with him, stating that the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said, the best of deeds is to start and to journey. And he was then asked, What are they meaning? What does it mean to start and to journey? He replied, to begin reciting the Qur'an and to complete it. So to read the Qur'an consistently, like it's never finishing. You finish, you start again. And you finish and you keep doing that. And the feeling, ya ikhwa, when you finish the Qur'an reciting is amazing. Who's actually in their lives, billahi alaykum, who started the Qur'an and finished it? You mashallah did. No. In your life, who's done it? Because I know some people in their lives have never done that. The whole Qur'an, from beginning to end. Who's done it more than once? Okay, who's done it more than three? Four? Five? Six? Seven? Eight? Nine? Ten? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, how much? More than 20. MashaAllah. Allahumma barik. So the passage keeps going on. Finishes, carries on again. Finishes, goes again. Finishes, goes again. Keeps going. Finishing the Quran regularly. Now this is the last chapter, inshaAllah ta'ala, the book. This is the last chapter that we're going to do. The 10th chapter we're not going to do. I'll go 8 and 9, yeah. This is the biggest chapter. 8 and 9 are very small. So we've got two more chapters, right? This is the 7th, right? Oh, okay, yeah. These are small chapters now, alhamdulillah. باب أسباب السابع في آداب الناس كلهم مع القرآن. ثبت في صحيح مسلم رحمه الله تعالى عن تميم الداري رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم قال العلماء رحمهم الله تعالى النصيحة لكتاب الله تعالى هي الإيمان بأنه كلام الله تعالى وتنزيله لا يشبه شيء من كلام الخلق ولا يقدر على مثله الخلق بأسرهم ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته وتحسينها والخشوع عندها وإقامة حروفه في التلاوة والذب عنه لتأويل المحرفين وتعرض الضاغين وتعرض الطاغين وتصديق بما فيه والوقوف مع أحكامه وتفهم علومه وأمثاله والاعتبار بمواعظه والتفكر في عجائبه والعمل بمحكمه والتسليم بمتشابهه والبحث عن عمومه وخصوصه وناسخه ومنسوخه ونشر علومه والدعاء إليه وإلى ما ذكرنا من نصيحته. فصل في وجوب تعظيم القرآن. أجمع المسلمون على وجوب تعظيم القرآن العزيز على الإطلاق وتنزيهه وصيانته وأجمعوا على أن من جحد منه حرفا مما أجمع عليه أو زاد حرفا مما لم يقرأ به أحد وهو عالم بذلك فهو كافر. قال الإمام الحافظ أبو الفضل القاضي عياض رحمه الله تعالى يعلم أن من استخف بالقرآن أو بالمصحف أو بشيء منه أو سبهما أو جحد حرفا منه أو كذب بشيء مما صرح به فيه
من حكم أو خبر أو أثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته وهو عالم بذلك أو شك في شيء من ذلك فهو كافر بإجماع المسلمين وكذلك إن جحد التوراة والإنجيل أو كتب الله تعالى المنزلة أو كفر بها أو سبها أو استخف بها فهو كافر قال وقد أجمع المسلمون على أن القرآن المتلو في جميع الأقطار المكتوبة في المصحف الذي بأيدي المسلمين مما جمعه الدفتان من أول الحمد لله رب العالمين إلى آخره قل أعوذ برب الناس كلام الله تعالى ووحيه المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأن جميع ما فيه حق وأن من نقص منه حرفا قاصدا لذلك أو بدله بحرف آخر مكانه أو زاد فيه حرفا مما لم يشتمل عليه المصحف الذي وقع عليه الإجماع وأجمع عليه أنه ليس بقرآن عامدا لكل هذا فهو كافر قال أبو عثمان بن الحداد جميع من ينتحل التوحيد متفقون على أن الجحد بحرف من القرآن كفر وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة ابن شنبوذ المقرئ أحد أئمة المقرئين المتصدرين بها مع ابن مجاهد لقراءته وإقرائه بشواذ من الحروف مما ليس في المصحف وعقدوا عليه للرجوع عنه والتوبة منه سجلا وعقدوا عليه للرجوع عنه والتوبة منه سجلا أشهد فيه على نفسه في مجلس الوزير أشهد فيه على نفسه في مجلس الوزير أبي علي بن مقلة سنة 23 و300 وأفتى أبو محمد بن أبي زيد في من قال للصبي لعن الله معلمك وما علمك وقال أردت سوء الأدب ولم أرد القرآن قال يؤدب القائل قال وأما من لعن المصحف فإنه يقتل هذا آخر كلام القاضي عياض رحمه الله فصل في حكم تفسير القرآن ويحرم تفسيره بغير علم والكلام في معانيه لمن ليس من أهلها والأحاديث في ذلك كثيرة والإجماع منعقد عليه وأما تفسير للعلماء وأما تفسيره للعلماء فجائز حسن والإجماع منعقد عليه فمن كان أهلا للتفسير جامعا للأدوات التي يعرف بها معنى وغلب على ظنه المراد فسره إن كان مما يدرك بالاجتهاد كالمعاني والأحكام الخفية والجلية والعموم والخصوص والإعراب وغير ذلك وإن كان مما لا يدرك بالاجتهاد كالأمور التي طريقها النقل وتفسير الألفاظ اللغوية فلا يجوز الكلام فيه إلا بنقل صحيح من جهة المعتمدين من أهله وأما من كان ليس من أهله لكونه غير جامع لأدواته فحرام عليه التفسير لكن له أن ينقل التفسير عن المعتمدين من أهله ثم المفسرون برأيهم من غير دليل صحيح أقسام منهم من يحتج بآية على تصحيح مذهبه وتقوية خاطره مع أنه لا يغلب على ظنه أن ذلك هو المراد بالآية وإنما يقصد الظهور على خصمه ومنهم من يقصد الدعاء إلى خير ويحتج بآية من غير أن تظهر له دلالة لما قاله ومنهم من يفسر ألفاظه العربية من غير ومنهم من يفسر ألفاظه العربية من غير وقوف على معانيها عند أهلها وهي مما لا يؤخذ إلا بالسماع من أهل العربية وأهل التفسير كبيان معنى اللفظة وإعرابها وما فيها من الحذف والاختصار والإضمار والحقيقة والمجاز والعموم والخصوص والإجمال والبيان والتقديم والتأخير وغير ذلك مما هو خلاف الظاهر
ولا يكفي في ذلك معرفة العربية وحدها بل لا بد معها من معرفة ما قاله أهل التفسير فيها فقد يكونون مجتمعين على ترك الظاهر أو على إرادة الخصوص أو الإضمار أو غير ذلك مما هو خلاف الظاهر وكما إذا كان اللفظ مشتركا بين معان فعلم في موضع أن المراد إحدى المعاني ثم فسر كل ما جاء به فهذا كله تفسير بالرأي وهو حرام والله تعالى أعلم. فصل في حرمة المراء والجدال في القرآن. في حرمة يحرم المراء في القرآن والجدال فيه بغير حق ومن ذلك أن تظهر له دلالة الآية على شيء يخالف مذهبه ويحتمل احتمالا ضعيفا موافقة مذهبه فيحملها على مذهبه ويناظر على ذلك مع ظهورها له في خلاف ما يقول وأما من لا يظهر له ذلك فهو معذور وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال المراء في القرآن كفر. قال الخطابي قيل المراد بالمراء الشك وقيل المراء وقيل الجدال المشكك فيه وقيل هو الجدال الذي يفعله أهل الأهواء في آيات القدر ونحوها. فصل في أدب السؤال عن الأمور التوقيفية في القرآن. وينبغي لمن أراد السؤال عن تقديم آية على آية في المصحف أو مناسبة هذه الآية في هذا الموضع ونحو ذلك أن يقول ما الحكمة في كذا. فصل في كراهة قوله نسيت آية كذا. يكره أن يقول نسيت آية كذا بل يقول أنسيتها أو أسقطتها. فقد ثبت في الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم نسيت آية كذا وكذا بل هو نسي. وفي رواية في الصحيحين أيضا بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت آية كيت وكيت بل نسي. وثبت في الصحيحين أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ فقال رحم الله لقد أدرك لقد أذك رحمه الله لقد أذكرني رحمه الله لقد أذكرني آية كنت أسقطتها. وفي رواية في الصحيحين كنت أنسيتها. وأما ما رواه ابن أبي داود عن أبي عبد الرحمن السلمي التابعي الجليل أنه قال لا تقل أسقطت آية كذا بل قل أغفلت. فهو خلاف ما ثبت في الحديث الصحيح والاعتماد على الحديث وهو جواز أسقطت وعدم الكراهة فيه.